مرصدقة التنمية الاجتماعية ومديرة مركز لمناهضة العنف ضد النساء. اليوم سمعنا الخطاب ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة المسيرة الخضراء. يعني الخطاب كان واضح، كان فيه نقاط مهمة جدا. سيدنا تكلم على الجهوية الموسعة ونقاط الاقتصاد، كذلك دعا على أكادير يعني جنوب الصحراء، يعني ماسة سوس ماسة، بأن يعني هي نقطة مهمة اللي رجعت بدلات الخريطة ديال المغرب وأنها رجعت الوسط ديال المغرب. كذلك دعا على التنمية في الأقاليم في الجهات، وكذلك تكلم على القطار اللي غادي يضم ان شاء الله الصحراء المغربيه واللي غيكون يعني صله وصل ما بين طنجه والاقاليم الجنوبيه. كذلك تكلم سيدنا على المشاريع وعلى كل ما يعني في الشراكات ديال 1000 شراكه اللي دارت على الصعيد الافريقي. كذلك دعا على سكان جنوب الصحراء وعلى التنميه، وهذا الشيء كله ان شاء الله غيكون يعني في المستقبل في التنميه ديال المغرب اللي هي ماشيه بواحد السرعه كبيره تبارك الله، وهذا الشيء حنا عارفينه وكنتظروه منه لانه هو ملك التنميه، والحمد لله المغرب ماشي في الطريق الصحيح.